اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات ورد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام، مرحبا بيك. احنا طلعنا متاخرين شويه النهارده. ما يعني ساعه احتراما للبرنامج اللي قبلينا. بس احنا قبل ما نبتدي معانا تقريبا الاستاذه حنان. طيب خلاص. استاذه حنان سلام عليكم. سلام عليكم، ازيك استاذ حسام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه عاملين كويسين؟ الحمد لله نعمه وفضل والله طول ما انت بخير. وممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضلي 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 اتفضلي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه عامل يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. بص والله اشكي لك، انا عندي الكهرباء الزايده دي من 7 سنين، كده 8 سنين. كان عند سيادتك ايه من 7 سنين؟ كهرباء زايده. كهرباء زايده فين؟ على الماك. الف سلام عليكي. الله يسلمك. سنك كم سنه يا ست حنان؟ عندي يعني 21 سنه. حضرتك عايشه فين؟ في الاقصر. اهلا بيكي، والاقصر كلها اجدع ناس. الله يخليك يا حضرتك. أنسة ولا متجوزة يا فندم؟ لا أنسة. نعم أنسة. أنسة. طيب أنسة أهلا وسهلا. الكهرباء الزيادة يعني إيه الشكوى دلوقتي حاليا؟ هي عندها ضمور عضلات. ألف سلامة عليها. ضمور عضلات ولا كهرباء زيادة؟ لا هي عندها ضمور عضلات، وبعدين جاتها الكهرباء من 7 سنين. طب في تشنجات او اي حاجه بتحصل؟ بتحصل لها من كل فتره كده تشنجات، وماشي على علاج اسمه اوكسليبيتال. طيب والتشنجات اخر مره جت امتى؟ والله التشنجات جات امتى؟ اخر مره جات امتى التشنجات؟ يا حنان اقل من شهر يا دكتور. طيب اذا الشنجات لما بتيجي بتفقد الوعي ولا مفيش فقدان للوعي؟ لا بتفقد الوعي. وتفوق بعد كده بعدها بقد ايه؟ بعدها يمكن 10 دقائق ربع ساعه كده. بتعض لسانها مثلا او بحاجه من هذا القبيل او بتقع تعور نفسها؟ لا لا مفيش، ما هي عندها ضمور عضلات من الجسم يعني مش بيتحرك، هدوبة بتقعد بس يعني. الف سلامه عليها. طيب ايه السؤال اللي انتم يعني ايه المساعده اللي اقدر اعملها لكم حضرتك؟ احنا دلوقتي ماشي على علاج اسمه اوكسليبيتال 300. ما هو ده عشان يقلل الكهرباء سيادتك. طبعا ماشيين عليه احنا من فتره، طبعا ودينا دكتوره وبعدين مشيتنا على العلاج ده. طيب بالنسبه لضمور العضلات التشخيص ايه؟ والله ضمور العضلات ده من زمان، من هي وصغيره اول ما اتولدت فيه. بس خلاص انا فهمت الموضوع ايه. طيب الف سلامه، هرد على التلفزيون. شكرا شكرا. هو طبعا من يوم الولاده ده بحاجه بنسميها سيريبرال بولسي، يعني اصابه مركزيه في المخ، بيبقى اما اثناء الحمل او عند الولاده او مباشره بعد الولاده. تمام. له اسباب عديده يعني، بس في النهايه بيحصل ان المخ بيبقى فيه ضمور شويه وعدم يعني اكتماله. فالعضلات في ناس بيبقى في يعني مستويات متباينه ومختلفه ودرجات متفاوته جدا من الجهاز العصبي لتاثره. يعني من هنا مؤثر على الجهاز العصبي الحركي اللي هو العضلات، فاما دام الحركه ما فيش هو بيقول لك نايمه في السرير ربنا يشفيها، فهنا العضلات بتضمر. عضلات الجسم. حتى الطول كمان يبقى طول المريض مش طويل. تمام. واخد بالك؟ انا الحقيقه الامور دي بتبقى عايزه علاج طبيعي مدى الحياه، هو مكلف. تمام. شويه، بس ان شاء الله يعني في ممكن بتوع العلاج الطبيعي علموهم وهم اللي يقوموا بالعلاج الطبيعي. تمام. وممكن برضو في حاجات طب نكمل لو بعد دكتور محمد عذرا نطلع فاصل وبعد كده نكمل بعدين هتكلم عليها بعد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. جديد للبث الاسبوعي المباشر والاستاذ الدكتور محمد سعد حامد استاذ الغدد الصماء والسكر كليه الطب جامعه عين شمس على صفحه الفيسبوك كل اثنين 9 مساء. تقديم الاستاذ حسام رفاعي. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا مره ثانيه. اهلا بيك يا حسام. يعني احنا بنتكلم على الحاله ان الكهرباء الزياده دي جزء اللي هي تجزأ من ضمور العضلات ايضا،
هنا في اختلال وظيفي من المخ للعضلات، يعني بدل ما يطلع كهرباء مناسبة تؤدي إلى الحركة العادية المتجانسة للانبساط والانقباض، يعني الانقباض وانبساط العضلات. يعني معلش يا دكتور محمد، هي الكهرباء المخ دي يعني اشارات، الاشارات اللي بيديها المخ للجسم هي دي الكهرباء بالظبط؟ لا يعني انت سيادتك دلوقتي اما انا عملت ايدي كده تمام، الحركه دي انا عندي جزء في مخي يفكر ان انا اعمل الحركه، فانا قلت انا عايز ارفع ايدي لفوق تمام، ده الامر بيروح لمركز الحركه. مركز الحركه نوعين، في مركز حركة العضلات اللي هتشتغل ايه يديها عضلة عضلة، يعني مثلا في 20 عضلة او 15 عضلة تحركوا، وفي مركز تاني وائم ما بين العضلات ينسق ما بينهم. تمام. العضلة دي هتنقبض لمدة جزء من الثانية وتتليها العضلة التانية والرابعة تنبسط وهكذا، سبحان الخلاق العظيم. واخد بال حضرتك؟ ده موجود في مخها بس موجود بطريقة عشوائية، فبيطلع بصورة عشوائية بدرجات كهرباء أعلى من المعتاد ومشتت تمام. فيجي في هيئة يحصل ممكن التباس، لا اللي هو بقى التشنجات، لا التشنجات بقى لأنها مش جاية بطريقة وغصب عنها بتطلع لوحدها، فهو لازم يعني ياخد الأدوية زائد العلاج الطبيعي. طيب دكتور معانا اتصالين، أم مصطفى وغادة. ناخد أم مصطفى من الشرقية من المنوفية. السلام عليكم. أهلا أم مصطفى. أهلا. أنا. طيب ناخد الاستاذ غاده من المنوفيه. ايوه ممكن اكلم الدكتور؟ مين اللي معايا؟ ام مصطفى. ايوه يا دكتور. السلام عليكم ام مصطفى، اتفضلي الدكتور معاك. انا النبي يا دكتور لو سمحت، انا عندي المراره ومتهبه. سن كام سنه يا ام مصطفى؟ يا ام مصطفى سن حضرتك كام سنه؟ انا سن 55. المرارة يعني في الم في الجنب اليمين؟ اه. له علاقة بالاكل؟ لا استنى، لازم انا اسأل اسئلة، لازم اسأل. وعملت اشعة عندي فيها التهابات. التهابات ولا حصوات؟ لا ما لقاش حصوات خالص، عملتها ولا سايمس ولا فترة. قال لي فيها التهابات. قال لك التهابات. اه. كلمة التهابات اسمعيني بقى. انت بتكلميني عشان تقولي عندي مرارة وانا اقول لك عندك مرارة. واقول لك خدي مثلا شيح وزرنيخ، انا بشخصك الاول. ماشي. ده الكلام ده بكون هتكلم واحد يقول لك خدي حمص ودوبيه في ميه وشويه زيت وبيتيهم على ظهر ثلاجه وبعدين حطهم على البوتاجاز الصبح. جايز يكون التشخيص غلط، يعني مش بكلمك انت لوحدك. اي حد بيتصل بينا احنا لازم نتيقن من التشخيص. يعني نتاكد من التشخيص. فانا بسال اسئله، لو طلعت صح هكلمك واقول لك اعملي ايه، طلعت غلط احط لك تشخيص تاني. دلوقتي حضرتك الالم في الجنب اليمين صح؟ اه في الجنب اليمين. اه له علاقه بالاكل؟ في جنب اليمين وبيحرقني جامد. طيب بيزيد مع الاكل؟ اه لما بكون واكله حاجه جامده بتتعبني. يعني لو خدتي لبن مثلا جنبك يوجعك؟ اه اللبن بيتعبني، اللبن وهو قايل لي كمان ما تشربش لبن واللبن بيتعبني. طيب لو خدتي زبادي يألمك جنبك اليمين؟ انا يعني منع الحاجات بتاعه الالبان كلها. طيب لو انت حضرتك اخدتي مثلا كلتي حاجه مثلا زي مثلا بيض بسمنه؟ لو كنت محاشي كنت حاجات من دي بتتعبني. امال ايه اللي بيريحك في الاكل؟ الكوسه مسلوقه، حاجات مسلوقه دي اللي بتريحك. طيب الالم بيسمع في حته تانية؟ اه ساعات بيسمع في حته تانية التهابات كده. فين؟ ساعات بيسمع في جنابي، ساعات بيسمع في جنابي ببطني بلاقي فيها التهابات. روح في جنابك من ورا ولا من قدام؟ لا من قدام. طب الالم ده بيتنقل في البطن من مكان لمكان؟ ايوه ساعات بينقل من مكان لمكان تاني. يعني بيروح فين وبيروح ويجي منين؟ ساعات بلاقي الميه بتحرقني، البطن فيها ناريه وبيروح وبيجي يعني كده. ومالوش علاقه بالاكل؟ لا الاكل ساعات بتعبني، ساعات في اكل بتعبني واكل ما بتعبني. يعني في اكل احيانا يتعبك وساعات ما يتعبكيش. في امساك او غازات؟ لا
لا في غازات. طيب الألم دايما على طول في الناحية اليمين فوق ولا بينقل يروح مثلا ناحية الشمال شوية او ينزل تحت شوية؟ ساعات بيروح الناحية الشمال برضه قليل خالص، ما بينزلش تحت خالص يعني في بطنك من تحت كده. ممكن بينزل تحت، بقول لك يحط اللمية ساعات بيتعبني منه، وما الدكتور كتب له على علاج اخضر كده حباية خضراء ريحتني شوية بس تروح ويجي الألم قليل عن الأول. طيب ألف سلامة، هكلمك بالتليفون. شكرا على التلفزيون مصطفى. يعني شكرا. اسمعنا بالتليفزيون. تمام. هو آلام المرارة يعني مش هي المظبوطة بالظبط، وأنا ما حبيتش أديها بنسميها leading questions، يعني إن أنا أديها أسئلة هي تبقى تساعدها إنها تجاوب غلط. يعني هي المرارة بنسبة 70%، واللي خلانا اقول ان هي مش مرارة ان مفيش حصوات فيها، ومش تمام. معنى ان مفيش حصوات ان ما تبقاش مرارة، ممكن في مرارة بلا حصوات بدون حصوات. بس الحالات دي ما بنشيلهاش الا نادرا او كان لها اثار اخرى خارج المرارة، يعني تمام. تأثر على المفاصل، تأثر على الاكتاف، تعمل حاجات تانية وخبر حضرتك، ففي الحالة دي بنضطر نشيلها. دخلت موضوع كمان التهاب في المسالك البولية، قالت لك عندي حرقان في البول. وقالت اكتر من كده، قالت انها بتتنقل، المرارة ما بتتنقلش، المرارة تبقى في الجنب اليمين العلوي من فوق عند الكبد كده ثابتة. أيوة. وعادة تلتزم بعد الاكل تتعبها، تلاتة تسمع في الكتف او في الظهر من ورا، والكلام بالكتف الايمن او الظهر من ورا. طب مرارة غير مرارة تاخد العلاج ده وتجرب. تمام. هناخد رواكول حباية قبل الاكل بساعة ثلاث مرات في اليوم، وهناخد دواء برضو رخيص هيخلي البول لونه احمر شوية اسمه ريفادين 300 ملي جرام حبتين على الريق كل يوم لمدة 15 يوم، وهيخلي البول لونه ايه احمر، ما نخافش. بعد الدواء ده وناخد دواء اسمه كومبيزايم او اي او دايجست از حباية وسط الاكل ثلاث مرات، وتتصل بنا بعد اسبوعين من العلاج ده ان شاء الله. شكرا. احنا بنوه للسادة المشاهدين يعني يا ريت يستنونا او ينتظرونا علشان بس الدكتور يقدر يشرح الحاله باستفاضه ويعني وينصح المريض بيها يعني. لا وبعدين يا استاذ حسام، فما مش هينفع ان ايه ان انا اقطع الدكتور، انا عارف ان في استاذه غاده وبعديها ام يوسف، بس عايز برضه اقول حاجه ان الوقت احنا ما بنكسبش من الوقت اكيد، يعني الدقيقه ب 14 قرش، فلو قعدت ساعه حضرتك مش هتدفع حاجه يعني، معلش كانك جيت روكسي يا سيدي تكشف، واحنا مش عايزين حد يكشف عندنا على فكره. صح. ولا عايزين ولا حاجه ولا طيب. التليفون في فخ اكيد. ناخد الاتصال من المنصوره. استاذه غاده السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتور. السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه غاده، معاك الدكتور. الله يخليك يا رب. مع حضرتك غاده، انا من المنصوره يا دكتور. معلش الحاله حاله والدتي، والدتي عندها 69 سنه والغدة بتاعتها مش مظبطة خالص يا دكتور، يعني هي مريض غدة. هي مريض غدة درقية. ايوه يا فندم. طيب حضرتك بقالها قد ايه عندها الغدة؟ بقالها 6 سنين يا دكتور. وزنها كم كيلو يا فندم؟ حضرتك 80 كيلو. وطولها المنصورة طوال طويلة زي بتوعت المنصورة ولا ايه؟ لا ها؟ لا طولها 9 طول يا فندم 165. هو ما هي طويله 165، انت زعلانه ليه كده؟ ما شاء الله. زعلانه والله. بس هي برضه على باين عليها مغشوشه يعني. مش منصوره 100 100. لا والله منصوره. خلاص يمكن جدها بقى كان مثلا طالع من حته قصيرين، بس هي 165 طويله في الستات وفي الرجاله حتى. طيب حضرتك الغده الدرقيه انت بتقولي مش مظبوطه، ليه مش مظبوطه؟ لسبب يا دكتور، يعني من شهر ونص بالظبط كانت 3. التي اس اتش كان 3. ايوه حللت لها انا 3 ايام او 4 ايام بقت 1.5 يا دكتور، 1.5. لا شوفي يعني هي من امتى كانت 3؟ من شهر ونص يا دكتور. وحللت تاني امتى؟ الاسبوع اللي فات. وغيرت العلاج ولا ما غيرتيش العلاج؟ لا ما غيرتش حاجه. بتاخد حضرتك قرص ونص كل يوم ما عدا يوم الخميس والجمعه، قرص 100. يعني بتاخد 150 150 150 ما عدا يومين. يا فندم عدد الخميس والجمعة. طيب هي بتشتكي من ضربات قلب سريعة أو نرفزة أو عرق أو أي حاجة؟ لا
هي بتيجي دايما يا دكتور بساعه كتيره جدا بتعانى على طول وما عندهاش انا في النوم ما بتنامش خالص تقريبا. طيب فين يا ست؟ ما بتنامش خالص؟ لا يعني نام قطع ممكن ما تنامش باليوم كامل ترجع تنام ثاني يوم عندها قلق في النوم يا دكتور بالليل. طب حاضر فيلي فيلي شكرا شكرا استاذه غاده. الخطا اللي غاده ماشيه عليه وام غاده ماشيه عليه وخالد غاده ماشيه عليه يعني الاسره كلها يا ريت. لا مش بهزر. وعبده البقال اللي تحت غاده ماشيه عليه والدكتور اللي فاتح جنب غاده ماشي عليه واساتذه الغدد الصماليه اللي ماشيين عليه انهم بيعالجوا الغده الدرقيه على حسب التحاليل. وانا ليا مبدا مخالفهم تماما وده خطا يا دكتور. ما اقدرش اقول على زملاتي غلط بس انا ليا مدرستي. انا بعالج الغدد الصماء بفصل لها بدل على وفساتين على كل مريض لكل مريض وهم عارفين الكلام ده. تمام. زملاتي كلهم على مستوى مصر زملاتي هم الاساتذه. وهذا الوضع المدرسه دي انا انشاتها من حوالي استغفر الله العظيم من حوالي 18 سنه ما شاء الله. كلهم هم شغالين في سك في طريق وانا شغال في طريق. انا بعالج عيان الغدد على المعطيات اللي بيديها لي. يعني انا عاوز ده عيان الغدد ايه يا استاذ حسام؟ افرض ما بتجيش الدوره الشهريه يبقى انا بظبط نظام هرموني جديد ينزل على دوره شهريه. طب الولد قصير بظبط له هرمونات عشان يقصر يطول. طب البت تخينه اظبط هرمونات ماليش دعوه باللي موجود عشان تخس. يعني مالناش دعوه بالتحاليل كده. لا 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 التحاليل طب انا هعملها ولا مش هعملها؟ هعملها طبعا بس ليه؟ تبقى مرجع ليا. تمام. تبقى مرجع ليا يعني انا عارف ان الهرمون الفلاني 6 الهرمون العلاني 7 الهرمون الكذا عشان انا هظبط فيهم بطريقه جديده. تمام. اشوفها فهي بالنسبه لها من غير ما اشوفها هتاخد ال 150 مايكرو جرام اللي هو الالتروكسين يوميا بدل توقف يومين. تمام. ده فوق كده بقى هتروح منقيه 3 ايام بعد 15 يوم بتاخد كله بعد 15 يوم تنقي 3 ايام تخليه 200. تمام. شوف بقى وبعدين ولا تحلل ولا تعمل بعد تستمر على كده شهرين تتصل بيا تقول لي ايه الحلو وايه الوحش عشان نظبط تاني ونقصر الفستان شويه. ممتاز. نضيقه شويه نوسعه شويه. التفصيل على قد المريض. طيب معانا ام يوسف وبعديها ام مكه. ناخد ام يوسف. سلام عليكم. طيب ام مكه سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم مكة الدكتور معاك. أنا كنت عايزة أكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي. معاك يا فندم. بقول لحضرتك أنا عندي 22 سنة وبشتكي دايما لو طلعت درجتين سلم من صدري نهجان صعب وممكن كحة لحد ما يحصل لي تعرق جامد. وجنبي اليمين دايما في وجع. قولي لي انت أناسة مش كده؟ لا انا متزوجة. متخانقة مع جوزك ولا ايه؟ قول للاستاذ عبد الحميد الله يخليك نعمل بقى ايه الاحلام والحاجات بتاعتنا. لا 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 بنقرا طالع برنامج اجتماعي. لا مش اجتماعي ده انت راجل طيب. لا لا احنا بقى نشتغل بقى ونقول لا وبنفتح المندل والكلام ده فك السحر. بقول لك ايه انت لسه واكل في قلب النيل بعد كده. الله لا 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 ماشي خلاص. طب مش حاسه ان دي ناحيه نفسيه اسمها ايه؟ ام مكه. يا ام مكه الو خطا. طيب. قطع. طيب انا ام مكه عشان خط قطع انا شايف الموضوع في جزء نفسي شويه. تمام. وادام في كحه معاه ولكن لو كان الموضوع ده كرشه النفس او ضيق النفس مع المجهود موجود من فترات طويله يعني مثلا من 5 سنين وبيزيد شويه شويه ويصاحبه بعض الاغراض الاخرى هتلاقي ده ضربات القلب سريعه دي شيء طبيعي وكده. هل بتقوم مثلا في الفجر من النوم عندها كرشه نفس وكح كتير ومش عارف ايه ممكن يبقى شويه بلغم ده برضو ناخد بالنا. هل صدرها بيزيق؟ فهي تتصل بينا عشان الحاجات دي مهمه قوي ان انا يعني تعود الاتصال تاني. تعود الاتصال تاني ام مكه. ناخد الاتصال بعده مدام رجاء من الواحات البحريه. سلام عليكم. عند رفعت. سلام ورحمه الله وبركاته. جميل الجو هناك. اتفضلي يا مدام رجاء. ماشي مع حضرتك. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات. اهلا بيكي. انا من الواحات وعامله الغده الدرقيه والجار الدرقيه ده. اللي شلت الغده، مش انت شلت الغده؟ وعملتها. شلت الغده صح؟ يا دكتور، الدرقيه والجار الدرقيه. لا، ما هو الجار الدرقيه ما شالوا الغده، الجار الدرقيه شالوها. يا دكتور. قلت لك الفيتامين د ومش عارف ايه. نعم. فانا حضرتك عملت تحليل تي اس اتش طلع 7.69. طيب. والتي 3 يا دكتور 201.6. والتي 4 14.4. النورمال التي 4 12؟ 14. التي 4 14.4. الطبيعي كام؟ 12؟ النورمال بتاعي 14.1. وطلع عندك كام انتي؟ طلع عندي 14.4. طيب، ايه السؤال؟ الكالسيوم يا دكتور طلع 9. 9؟ مش انا قلت لك لازم الكالسيوم يكون مظبوط؟ ده ما عندكيش اعراض؟ ما انا تعبانه يا دكتور. طب ايه رايك يا دكتور في التحاليل الطيب؟ الايه؟ التحاليل. تحاليل ايه؟ التحاليل اللي انا قلت لك عليها، ايه رايك فيها؟ عشان انا من الواحات يا دكتور، ما عنديش مكان في مصر وتعبانه ومش عارفه اعمل ايه. لا، واحنا مش عاوزين حد يجي لنا، يعني احنا مش حاطين البرنامج ده عشان نسوق نفسنا. لو عايزين نسوق نفسنا ما تستاهلش وجع الدماغ. والله يا دكتور، والله تعبانه ومش عارفه اعمل ايه. والله يا دكتور. طيب قولي لي تعبانه. واحد، انا عايز ثلاث حاجات تقولي لي تعبانه في ايه. واحد، قولي. اول حاجه يا دكتور ضيق في التنفس. ملوش علاقه قوي. ثاني حاجه قلب وجعني. ملوش علاقه برضو قوي. ثلاثه. ثالث حاجه معايا تنميل وهمدان ودوخه. ده مع نقص الكالسيوم يبقى موجود. انت عندك النواحي النفسيه اخبارها ايه؟ كويسه والله يا دكتور. الهيموجلوبين كام بتاعك؟ نسبة الحديد الهيموجلوبين؟ ما عملتش والله يا دكتور من فترة. طب اعملي لي الهيموجلوبين وبكلمي لي الأسبوع الجاي. شكرا شكرا يا مدام رجاء. ممكن ناخد تليفون من سوهاج؟ أوي أوي. أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أم أحمد، اتفضلي. ماشي، لو سمحت دكتور، بس بعد إذن حضرتك مش عايز بس الإعدادي يقاطعوني عشان مشكلتي كبيرة يعني. لا اتفضل. بس بص حضرتك، عشان مشكلة ألف سلامة عليكي، بس أنا اللي هعوزه هسأله من حضرتك. اتفضلي قولي بس إيه اللي تعبك. ماشي، أنا دلوقتي عندي السكر بقى 8 سنين. عندي السكر بقى 8 سنين، وعندي أول ما أعمل أي مجهود قلبي بيوجعني خالص، ما أقدرش آخد نفسي. طيب سنك كام سنة الأول؟ أنا عندي 36 سنة. متجوزة ولا أنسة؟ لا متجوزة ومعايا 3 عيال. جميل، الدورة منتظمة؟ لا انا باخد وسيله 3 اشهر قطع الدوره عندي. وزنك كم كيلو؟ وزني حاليا كان 120، دلوقتي بقى 90 او 85. وانت حاليا عامله رجيم ولا لسه ما عملتيش رجيم؟ لا يا دكتور، انا جسمي نزل خالص عن الاول خالص، ده انا من زمان كنت موزونه. بالرجيم ولا من غير رجيم؟ لا وحديه. لا قصدك انك انت علاج السكر بتاخديه ومع ذلك جسمك بيخس صح؟ انا باخد انسولين. مش ده السؤال. حضرتك مش عامله رجيم وبتاكلي زي اي حد وجسمك بيخس صح؟ بينزل خالص. بينزل خالص. طيب ونزل من 120 ل 90؟ ده يمكن نزل اكتر دلوقتي كمان، انا ما وزنتش نفسي من فتره طويله. طب خلاص، يبقى انت عندك هزال. يعني اللي يشوفك يقول لك ايه اللي جرالك، وشك مجعد والكلام ده صح؟ كل شيء بنت خسيتي قوي كده ليه؟ ايه اللي حصل معاكي؟ خلاص كده اقطعي يعني. خلصت، عشان اشوف غيرها. دلوقتي حضرتك بتاخدي السكر الصايم بيطلع كام؟ على طول عالي فوق ال 200. وبعد الاكل بساعتين؟ بعد الاكل بساعتين ممكن تطلع 320 350. قد ايه كميه الانسولين اللي بتاخديها يوميا؟ باخد 40 الصبح و20 بالليل. طيب وفي برشام كبسوله كده باخدها بعد الغداء. طب انت زعلانه ليه؟ ما وزنك 90 ده يعتبر عالي بالنسبه مهما كان طولك، يعني انت هتكون طولك 170 مثلا؟ ممكن يكون 165 حاجه زي كده يعني. طب اتفضلي يا فندم اقفلي وانا هجاوبك ان شاء الله. شكرا يا ام. بص يا سيدي، هي لا حق تزعل لان الخسسان الغير طبيعي. انت عندك حد تاني؟ عند ابو محمد من المنيا. طب اقعد يا ابو محمد كده، ما تخافش. الدقيقه ب 14 دقيقه يا ابو محمد. نص دقيقه بس. يعني لو 10 دقائق يبقى 140 قرش، ما تجيبوش تذكره بس. جنيه و40. 140 قرش. فاستحمل بس، عشان الاخت اللي اتصلت برضه جم جارتك من سوهاج. صح. دلوقتي هي ليه زعلانه؟ لا انا بسالك. يعني واحده وزنها 120 وبقت 90، حد يطول الكلام ده؟
بس هي تقريبا متضايقه علشان نزل بطريقه مثلا مفاجاه بدون رياضه. يا ريت حد يطول حد يطول. يعني الخسسان الغير صحي بتاع السكر بيبقى على حساب العضلات. تمام. فتلاقي حصل لها انصهار للعضلات. يعني انصهار عشان بس كلنا نفهمه؟ انكماش او لا انصهار أو يعني سيحان للعضلات. سيحان العضلات ساحت زي الزبده. فهنا تلاقي تمام. الوش ما بقاش فيه عضلات، الاكتاف ما فيهاش عضلات، الفخدين ما فيهمش عضلات. واخد بالك؟ الصدر ما فيهوش عضلات. يبقى خسسان دمه تقيل. بينما تمام. الخسسان اللي انا وانت والناس بتعمله سواء بالرجيم وبالمجهود من الدهون والكلام ده بيبقى متدهن، بل بالعكس الوزن يفضل ثابت، يعني خس الاول 10 كيلو ويثبت الوزن، لان العضلات بتستحفل وتبقى قويه. لكن هنا ده خسسان مرضي بتاع السكر. طب انا قلت ليه خسسان مرضي للسكر؟ لا انت بقالك معايا سنه ونص. تمام معاك. يا اما لا انا ليه سيادتك قلت السكر هو السبب؟ ما جايز ما بتاكلش. ما من دواء. لا السكر عالي. السكر عالي بتاعها. كون السكر العالي ده الناتج من انصهار العضلي. تمام. وقلنا انسولين كتير وزن كبير يبقى عندها ايه يا اس؟ الانسولين ناقص. ناقص. صح. يبقى انا ما قداميش غير ان ازود الانسولين يا بنتي وبعدين اخسسك بعد كده خسسان صح ان هو ينزل الدهن ويحافظ على العضلات. عضلات. تلاقي فخدك حلوه كده واكتافك مدوره ماره. طبعا. واخد بالك؟ مش نحولها الى يعني كركوبه. لا. واخد بال حضرتك؟ هي زعلانه عشان كده وانا معاها انها تزعل. مع ان اي واحد يتمنى ينزل من 120 ل 90 بس نزل غلط. فحبيبتي معلش انت بتاخدي 40 و20 انسولين، انا مش عايز اغير لك الانسولين عشان في انسولينات غاليه، احنا هناخد ان شاء الله يعني هي بتاخد 60 هنخليهم 90. تاخد 30 قبل الفطار، 30 قبل الغداء، 30 قبل العشاء. وبوزني نفسك، لو بعد 15 يوم بدات تخس تاني كلمينا. الوزن احنا عاوزين نثبته. بص يا اسامه اتفضل. عايزين نثبتها عشان نديها عضلات كويسه وبعدين نرفع لها وزنها شويه بالعضلات برضو ونبدا نظبط السكر. نظبط السكر وتنزل صحي. لسه بنفصل. طيب ناخد اللي من منوفيه. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا ام محمد. ربنا يجازيك خير يا رب عننا. يا رب احنا وحضرتك. اتفضلي. معلش يا دكتور، هو ابني عنده 8 سنين وبيعمل بيتبول على نفسه وهو نايم بس. لا ارادي يا ستي، لا ارادي. طب بالنهار لا. بالنهار بيمسك البول كويس؟ لا بالنهار كويس وبيتحكم كويس. طيب حضرتك يعني المشكلة كلها بالليل؟ بالليل هو نومه تقيل بس مش طب بيعمل كم مرة بالليل؟ مش عارفة، ممكن مرتين ممكن مرة، مش دايما. طيب انت مكسوفة ليه وانت بتتكلمي كده؟ معلش. لا ابدا ابدا، اصل هو يعني انا اديته برشام كتير وهو ما يعني. طيب اتفضلي. سبع سنين وهو ما لا ان شاء الله هيخف. اتفضلي اقفلي. شكرا يا ام محمد. شكرا. التبول اللا ارادي في الاطفال عندما يتاخر هو طبعا طبيعي في الاطفال لحد سن 4 سنين مثلا، 5 سنين، اولى ابتدائي، حتى ساعات 7 برضه تمشي. يعني هو متاخر 4 سنين؟ لا مش متاخر قوي، بس انا خايف لاستمر معاه. سببه بيكون ان حضرتك الجهاز العصبي بيكتمل نموه على 4 5 6 سنين. والجهاز العصبي ده اللي هو ماسك المثانه وماسك الصمامات بتاعه المثانه. تمام. فاحنا هنأول هتعمل لي حاجه مهمه قوي، اشعه على الفقرات القطنيه والعجزيه. اشعه عاديه تمنى 30 جنيه 20 جنيه واخد بال سيادتك. تمام. اماميه خلفيه عشان نشوف ساعات بيبقى فيه عيب خلقي في عند الفقرات. الفقره قصاد الحبل الشوكي. دي الفقره الخلفيه بتبقى ناقصه ساعات. بتبقى اسمها سباينا بيفيدا عشان الدكاتره. سباينا بيفيدا، بي خفيفه يا اولاد، سباينا بيفيدا. تمام. اما بتبقى ناقصه بيبقى الحبل الشوكي او الحبل الشوكي ده اللي هو العصب الداخلي اللي فقرات كده. انت عارف لما انت بتجيب البتاع اللي بتاكلها دي اسمها ايه اللي فيها فقرات والديل اللي بيجيبوا الديل والفقرات ياكلوها كأك ايه اسمها ايه ال 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 دي ايه نوعها يعني؟ لحمه وانت بتاكلها. لحمه اسمها ايه؟ ريش. لا
الفكرات وبيطبخوها ويقول لك عكاوي عكاوي ماشي. لا بص يا اسامه بعد كده هذا فراق بيني. انا ممكن اكون باكلها بس مش عارف اسمها. هي دي العكاوي. العكاوي ساعات يفتحوها كده يلاقوا جواها نسيج ابيض جميل، هو ده الحبل الشوكي. حبل الشوكي بتبقى الفقره، الفقره دي عباره عن اسطوانه ومخرومه من النص، فلو هي مفتوحه من ورا واخد بال حضرتك هنا يبقى الحبل الشوكي ملطوط. الولد يعني يا تبع فتح تعملي اشعه عاديه اماميه خلفيه على الفقرات القطنيه والعجزيه. واحد اتنين تمام. طب العلاج ايه؟ يعني انت يا محمد يا سعد اتصلت بيك كلفت مثلا 35 قرش عايزين العلاج بقى. يعني حاول يا اخي ارض ربنا. فهي وانا بتعمد على فكره لازم ادي عليك عشان يعني اكيد يا دكتور طبعا. هي حضرتك نمره واحد، الولد طول ما هو صاحي هتشربه ميه كتير وتقول له يا حبيبي ما تتبولش، امسك البول. يقول لا يا ماما عاوز اخش الحمام. امسك يا حبيبي، امسك يا حبيبي. اما يبقى على النمط الاخير يروح الحمام يتبول. يعني هو يفضل ماسك لغايه الاخر. بعمل له تمرين للمثانه انها تتسع وللصمام انه يقفل كان عضلات بالظبط شغاله. ويجي حضرتك من بعد صلاه العشاء او المغرب ما يشربش ميه ولا سوائل قبل ما ينام. ولو قدر ياكل حاجه قبل النوم مباشره يفضل، مش سوائل، ياكل سندوتش جبنه، حته مش عارف خضار، حته لحمه، مش عارف واتيفر، لكن مش خضروات ولا سوائل ولا فاكهه لان فيهم ميه. واخد بالك؟ على سندوتش جبنه، سندوتش حبه فول، ماشي يا فندم؟ تمام. اثناء النوم بعد ما ينام تصحيه بعد 3 ساعات يخش الحمام او 4 ساعات على حسب بقى ما هي عارفه. هي تصحيه. بعد كده اما تعملي الاشعه دي وتقول لي انها كويسه تكلمني الاسبوع الجاي لو في دواء زياده هنعمله. طبعا تمام. التريننج ده هيخلو شهر ولا شهرين. ممتاز ان شاء الله. طيب ناخد من اسوان عبد السلام. سلام عليكم. السلام وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. والنبي ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضل اتفضل يا استاذ عبد السلام، بس لو سمحت بس وطي التلفزيون شوي. ماشي حاضر. لانه عالي. ايوه دكتور اتفضل. ايه يا اخي؟ والله انا عندي الغده، تضخم في الغده، فعملت تحاليل واشعاعات واديني برشام حبايه كده صبحيه باخدها على الريق، فبقالها بتاع شهر ونص ما عملش معايا حاجه. فرحت له تاني قال لي خلاص خليك ماشي عليها شهرين وممكن بعد الشهرين نعمل لك عمليه. طيب سنك كم سنه؟ 59. حجمها حجم الغده كبيره قوي؟ لا بس لو لا مش كبيره قوي. طيب بس لو كحيت او زعقت بتبقى كبيره. طيب حضرتك في خنقه عندك؟ لا. في البلع كويس؟ كويس. طب وانت عاوز التحليل بتاع الغده طالع طبيعي قبل ما تاخد العلاج؟ بقول التحليل كويس. طيب حضرتك اقفل وانا هرد عليك. شكرا شكرا استاذ عبد السلام. احنا الحلقه الماضيه لخصنا امتى نعمل عمليه للغده الدرقيه لتضخم الغده الدرقيه. تسمع معايا واعمل لك حفله واكتب لك شكر ولا اقول انا؟ بص لا. انا جود ستودنت. لا ما انا هقول لحضرتك بعد كده هتذاكر. تمام. بارك الله فيك. واحد لا قدر الله يكون هناك اشتباه انها تكون سرطانيه. تمام. اتنين كانت حجمها صغير وكبرت مره واحده فدي تدي انها سرطانيه. ثلاثه في خنقه. أربعة ما بيبلعش فيه ضيق في البلع، صعوبة في البلع بسببها. خمسة حجمها كبير قوي ومشوه وشه رقبته. أنت هو قال حاجة من دول؟ لا. مش أنا قلت له الأشعة طبيعية؟ قال لي أه. قلت له الحجم؟ قال لي قليلة مش كبيرة قوي. قلت له البلع كويس؟ قال لي أه. هو الحاجة الوحيدة اللي قلت له في خنقة؟ قال لي مفيش خنقة. قال لك أما بكح بتكبر. أما بكح بتكبر شوية. طب ما تقولها أنت دي. ان هي بتبقى ساقطه لتحت فما بيكح بتطلع لفوق تبان. صح. فدي بنسميها ريتروسترنال. بس في النهايه مفيش عمليه.
انت بقى هتاخد الحبايه اللي كل يوم. الدكتور قال لك ده انت على ما تخس يا ابني هي حجمها مش اقل من 6 شهور. الحبايه دي خد منها 2، يعني هناخد 200 في اليوم. بس هو 59 سنه خلي بالك، 59 يعني بلاش ندخله عمليه، ما يستاهلش. حتى لو فضلت كده مفيش خطوره منها. عشان يعني السن يا دكتور او السن، وبعدين نشيل الغده بتاعت الكالسيوم، الكالسيوم يقع منه، نقعد نقرف نفسنا زي الست بتاعت الواحات والكلام ده كله. فانا العمليه دورها قليل في الغده الدرقيه، واخد بال سيادتك. فاحنا دلوقتي حضرتك ان شاء الله تعالى ياخد الحبايه، لو هي 50 يخليها 100، لو 100 يخليها 150 كل يوم الصبح، وبعد 3 شهور يعمل اشعه تلفزيونيه تاني او 6 شهور ونقارن الحجم مع بعض ونشوف الوضع ايه. معلش يا دكتور، حبايه اسمها ايه؟ التروكسين. اوكي. التروكسين اللي هو بياخدها. اه اللي هو بياخدها. آه. يعني ما يغيرهاش. لا يزودها. يزودها. لو 50 يخليها 100، لو 100 يخليها 150. ويعيد الاشعه بعد 6 شهور. احنا بنقول للساده المشاهدين ان يظبطوا كل الاجهزه على 11-823-11-8-2-3 راسي. وتملت ومنتظرنا على الفيسبوك يوم الاثنين ان شاء الله دائما من الساعه 9 الى الساعه 10. ايضا هيبقى الدكتور معاكم محمد سعد حامد بوقت اكبر واستفاضه اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. انت شكلك كده مش مريح. ليه؟ لا لسه لسه لسه، احنا لنا ربع ساعه متاخرين. لسه لسه هيطلعنا بعد قد ايه هو؟ لا لا مفيش طلوع، شكلها مفيش طلوع النهارده. طيب هو بيقول براحتك. طبعا على هو ماشي. لا بقول 10 دقايق. طيب 10 دقايق. وبعدين انا كنت عايز اتكلم في حاجه دكتور المره اللي فاتت بس نسيت، على موضوع العلاج على الهوا ده. نعم. يعني حتى الدول الاوروبيه والكبيره، انا شخصيا الدكتور بتاعي في انجلترا، المواعيد اي مواعيد كانت بتبقى في المستشفى او مواعيد في العيادات بيبعتوا لي ايميلات حتى وانا في مصر بيكنسلوها وبيدوني ميعاد، يقولوا لي مثلا تنتظر على تليفونك يوم مثلا الحد الساعه 2 او يوم الاثنين الساعه 2 ونعالجك على الهواء. فانا متهيألي حتى الدول يعني الاوروبيه ولا بتاع بقى العلاج على الهواء هو اللي ماشي في الوقت الحالي. اه بس هو معلش احنا اشطر منهم لا مؤاخذه يا عم حسام. ده حقيقي والله. ليه لا قول ليه؟ طب ده حقيقي. وهو بيكلم سيادتك بيطلع الملف بتاعك من على الكمبيوتر. تمام. بيطلع تحاليلك، بيطلع ضغطك، نبضك، سي في. لكن انا يا ريس بتكلم على الهواء على مؤاخذه، هم ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. صح. يعني احنا معلمين يا ريس. ده اشهد لك بقى يا دكتور. آه. محمد والله. طب نجيب دكاتره تانيين يقعدوا مكاني كده نشوف. طب لا لا مش هينفع. بتكلم غرور معلش. لا والله مش هينفع. والله تستحقها يعني. بارك الله فيك. الله يخليك. ناخد منى من سوهاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاكي. طيب السلام عليكم يا دكتور. اهلا يا ست منى، اهلا بيكي. حضرتك يا دكتور، عندي بنت اخويا سنها 14 سنه وعالجناها كتير من التبول اللا ارادي وما فيش فايده، مش بتبطل، ما بتكملش العلاج ومش بتبطل. حضرتك ايه الحل؟ طيب انت حضرتك سمعت الاتصال اللي قبل كده؟ سمعت. طيب انتوا عملتوا الحاجات اللي انا قلت عليها دي الدكتور قال لكم عليها؟ عملنا لها تحاليل، مجموعة تحاليل قبل كده، والدكتور قال في حاجة في المثانة. وحضرتك هي يتيمة من الأب والأم، فبيقول الدكتور إن في عامل نفسي يعني في الموضوع. لا أنا عايز برضه أقول لحضرتك، عملتوا الأشعة بتاعة الفقرات؟ لا 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 لا. طب اعملي لي بتاعة الأشعة بتاعة الفقرات اللي أنا قلت عليها، ممكن تعيدي الحلقة تاني بتتعاد الساعة 1. حضرتك تابعي هنا او على الفيسبوك، هتنزل ايه اظن على اليوتيوب، وشوفي ايه واعملي اللي انا قلت عليه حضرتك ان شاء الله. طيب طيب الف سلامة يا فندم. الف سلامة. يعني هو يعني يعني احنا طبعا بنركن للناحية النفسية لاي مرض حينما لا نجد اسبابا عضوية، يعني ما فيش سبب عضوي اركن للناحية النفسية. لكن ما شخصهاش بسرعة كده يعني ال 14 الحالة النفسية مهمة جدا برضه يعني. لا يعني عايز اقول ما تبقاش الشماعة اللي علق عليها كل حاجة. يعني احنا عملنا بعض حاجات اهون واتكلمنا عليها، قلنا الحاجات اللي هي كده وقلنا الأشعة، وبعد كده حضرتك لو ما استجابتش أنا عندي حاجات تانية لسه هطلبها، بس هتبقى أكثر تكلفة وعشان كده ما طلبتهاش. تمام. ناخد الأستاذ مطيع من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام استاذ مطيع، اتفضل.
ايوه دكتور. اتفضل يا فندم. ممكن تكلم دكتور محمد لو سمحت؟ اتفضل اتفضل معاك دكتور محمد استاذ مطيع. والله دكتور عندي وطن شويه. انا عندي مصطفى 12 سنه بيشتكي من بلغم بقاله اكثر من كام شهر يعني. ده ابنك ده. ابن حضرتك. ايوه من بلغم وكحة. ايوه يا دكتور. ولا مفيش كحة؟ بلغم وكحة طبعا خليل مش كتير الكحة يعني. بقاله قد ايه؟ يا استاذ مطيع استاذ مطيع انا سمعتك انك قلت لحد يوطي التلفزيون ما تسمعش انا بقاله سنه يا دكتور. وطيه شويه بس وطيه شويه. وطي كمان شويه. يا ريت. طيب البلغم كتير ولا كميه قليله؟ لا كميه قليله بس هو دائما حاسس ان هو ايه بيقول بترجع تاني في بطنه وبيشتكي في مغص بطنه ما بيعرفش ياكل. البلغم ما بيطلعش بيرجع تاني لبطنه وبيوجع له بطنه. حاضر. وما بيعرفش تمام. حضرتك عنده تمام. عنده لوز ولا حاجه؟ لا ما فيش حاجه. لا يعني ما بيشخرش بالليل او مناخيره بتتسد كتير؟ بيتشخر بالليل مصطفى؟ لا لا ما بيشخرش بالليل. طيب الكحه صدره بيزيق احيانا؟ لا لا ما بيزيقش. عملت أشعة على الصدر قريب ولا من فترة يعني؟ احنا بقالنا سنة. ولا عملت أشعة ولا كشف ولا حاجة. طيب. بس أنا جبت له دواء للكحة وهو أخذ منه وخلصه ما عملش نتيجة معاه. طيب اتفضل وهرد عليك بالتليفون. شكرا أستاذ مطيع خليك مع الدكتور. احنا عندنا كحة مزمنة دي يعني بالتعريف العلمي ممكن لها تعريف معين. فاحنا عاوزين نتاكد بس حضرتك ممكن تكون انواع من انواع الحساسيه بتيجي بصوره كحه في الاطفال ولا سبب في السن الصغير. والحساسيه دي ممكن يكون حد بيدخن معاه الجو مش نظيف في المنطقه هو عنده حساسيه داخليه لاي حاجه من اللي حواليه القطن اللي مش عارف الغرفه فيها تراب بقى وات ايفر يعني واللي يكون. فانا دلوقتي هدي له علاج بسيط ونشوف الوضع ايه لو خف علينا ربنا يكرمنا ما كانش مكان. هيجيب دواء اسمه مينوفيلين حبوب ياخد حبايه الصبح وحبايه بالليل. او بديل ليه هو ثيوفيلين يعني. وهيجيب حاجه اسمها حضرتك كمان ان شاء الله سبتازول سن 12 سنه كفايه ياخد حبايه الصبح وحبايه بالليل لمده 15 يوم. ويجيب دواء اسمه سولفين شراب معلقه كبيره ثلاث مرات لمده 15 يوم. ويتصل بينا بعد 15 يوم. لو ما خفش قبل ما يتصل بينا يعمل اشعه الصدر. تمام. بتبقى خلفية أمامية هي اسمها كده. ناخد الاتصال اللي بعده أم مكة من دمياط. السلام عليكم. مش كانت معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الخط فصل. اتفضلي. اتفضلي يا أم مكة الدكتور معاكي. أنا كنت بقول لحضرتك يا دكتور أنا معايا كحة ونهجان في صدري مع المجهود. وأنت قاعدة مفيش مشكلة يا أم مكة؟ لا مع المجهود مع المشي مع الدورة الحركة. بتيجي يا أم مكة الدورة بتيجي؟ أيوه أيوه. كمية الدم كتير؟ ايوه. ايه رأيك بقى؟ ده طيب هتقسيلي نسبة الهيموجلوبين وتكلميني الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب ألف سلامة عليك. شكرا شكرا مك. طيب احنا قربنا نخلص مش كده؟ لسه شوية يعني. كم دقيقة بس عشان أظبط نفسي؟ دقيقتين وأربع ثواني. طيب احنا عندنا يا أستاذ حسام اتفضل التحليل نوعان. التحاليل الطبيه نوعان. تحاليل بتبين التهتك والتاكل وضمور وعدم عمل جهاز احدى اجهزه الجسم. وده نسميها يعني الكيماويات الناتجه من الهدم. بكسر البيت. وفي برضه هناك كيماويات بتطلع من البناء. تمام. يعني نقول الهدم زي ايه؟ انت مثلا بتهد اوضه، ايه اللي هيطلع منها؟ تراب. التراب اللي مش عارف ايه مش عارف. طب بنعمل عيش خبز يطلع منه ايه؟ ريحه العيش. واحد صح. اثنين الدخان. الدخان. ثلاثه الصهد. الحراره الصهد. اخبار حضرتك بس الصهد ده ممكن يبقى جاي صوره بنائي يعني الخبز بينضج او لا سمح الله حريقه بيحرق في حاجه تانية. أكيد. بيحرق في الكنبه ربنا يبعدنا وخبال حضرتك. فانا عندنا
ما نقيسه للهدم المفروض ما يزيدش عن مستوياته الطبيعية. هتقولي طب انت بتقول لي مثلا حضرتك بنكسر في حاجة وطالع منها صوت وطالع منها نشارة خشب وطالع منها دخان وطالع من جنة، احنا ما بنكسر حاجة وتراب. أكيد. هو انت تسمح ليه بنسب تراب تطلع؟ لان جسمنا فيه عوامل هدم شغالة 24 ساعة. جسمك ده بيتبدل كل فترة. Yeah. يعني جلدك ولحمك وشغتك والكلام ده ما عدا الجهاز العصبي. سبحان كله الله. كله بيتبدل. سبحان الله. واخد بالك؟ بس بطريقة احلال وتجديد. واحد في الالف، واحد في الالفين، وانا عارف دماغت ليه. بلاش احلال وتجديد. طلعت مصطفى عمال ياخد فلوس من الناس. احلال وتجديد. بس انتك. فاحنا حضرتك دلوقتي في هدم موجود وبنسميه اللي هو التيرن اوفر. يعني حضرتك اللي هو مثلا البناء اللي اسمه هدم والبناء. فموجود حضرتك ده على طول بس بنسب متفاوتة. يعني الكبد مثلا. الكبد كل يوم في شوية خلايا بتموت. وشوية خلايا بتطلع جديدة مكانها. فهنا الاس جي او تي والاس جي بي تي مقابل هذا بيبقوا لهم نسب معينة لحد 40. تمام. طيب لو بقوا 100 بتوع الكبد يبقى الكبد بدل ما بيموت منه 40 خلية بيموت منه 100 خلية. والطاقة التي تستطيع ان تبني الخلايا بقت 100. ده انا بقول لك خلاص. لا هو يعني ايه الكنترول. طيب. والمخرج تفضلوا مشكورا. دقيقة. هي دي عندنا 30 ثانية. دقيقة. طب خلاص ما فيش مشكلة. احنا يا استاذ حسام بقى دلوقتي عوامل الهدم او مؤشرات. تمام. الهدم زي البولينة والكرياتينين والصوديوم والبوتاسيوم ومثلا الاس جي او تي بتاع الكبد واتش جي بي تي بتاع الكبد ودلائل الاورام ولا 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 دي لا نسمح ان تزيد عن الطبيعي. تمام. بينما الهرمونات هي بتاعت نضج الجسم وتفاعله اللي هي بتاعتنا. تمام. الهرمونات بتاعتي. فالهرمونات دي انا بسمح بيها بمستويات تتناسب مع الاداء اللي انا عايزه من البني ادم. يعني مثلا رفيع عاوز اتخنه يبقى اعمل له هرمونات تتناسب مع تخنه. ماليش دعوه بالكتاب، ماليش دعوه باللي بيتقال، ماليش دعوه بالمعدلات اللي في المعمل، انا هعرفها عشان اظبط عليها. مثلا ست الدوره الشهريه زياده مثلا زي اللي قالت هعمل لها هرمونات تظبط الدوره الشهريه. الطول، التخن، الرفع، التبويض، الحمل، الولاده، الرضاعه، الصحه العامه، واخد بال حضرتك؟ ده كله تبع الهرمونات بتاعتنا. وهقفل عليك عشان كده وخلاص على كده. اي زياده تانية؟ لا زياده مين بقى بدل ما يجي عمك وليد عشان ما يتضايقوش. خلاص تسمح لي نقفل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ليميديسن. نشكركم لحسن الانتباه والاستماع والمشاهده ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس والى لقاء اخر بمشيئه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.